هلا بعد سيزن طويلة تصوير قلة نوم ديهايدريشن ميك اب السكين بتتعب صار وقت نهتم بداليدا اخذت فول سكور سيلبريتي دويت وينر مبروك مرة جديدة وصار وقت نحن نهتم فيها هلا رح نحطك بين ايدين سكين سوتيكال تيم اعلى ليفل سكين كير ممكن حدا يستعملك ليه على وجهك it's what's special about this brand you know it is very personalized treatment رح بتشوفوا بعد شوي رح نعمل analysis عن السكن نطلع full report عن السكن تبعي accordingly بركب لك treatment customized for your skin بنمشي فيها a few weeks to come ahead of time so رح بتشوف a big difference starting a few days after the treatment قصص رح نعملهم هون وفي عندك products بتحتاج تستعمليهم thank you هلا دليل عن المضيف النورمال كلينزينج جنتل كلينزر هاي لفت قلب اورينج اويل رح تحبي ريحته كتير ريحته طيبة سوبر حلو سبعتيني ايه عم بلش حط الكيل اذا في حال حسيتي باي شيء ضايقك مثل تينجلينج مثل بيكوتمون بليز ليت مي نو هو بدنا نتحمل شوي صغيرة بس وبعدين بيمشي ماسك ولا بس بيلين هيدا البيل هلا من بعد البيل رح اعمل ماسك تو هايدريت اند كلينز سكين افتر ذا بيل اوكي هلا رح احط لك البيل نيوترلايزر نعمل نيوترلايز للبير اوكي هلا رح نحط اتش اي انتنسيفاير هايلورونيك اسيد and use it under the eyes and lips. It's amazing for plumpness, smoothness and firmness. Thank you, Najah, so much. Yeah, welcome. كتير حبيت results. وبين نجي قدي من أول مرة كتير low. Yes. خد results. إن شاء الله next time والبعض حتشوف أشياء حلوة. Thank you. دقيقة, it's your first session treatment. كيف كانت؟ كيف حسيت ال treatment؟ أول شيء شوي حسيت بهيك وجعي normal has a skin reaction and the product is starting to interact with your skin. لأني حسيت هيك كان عندي good results. Thank you. Perfect. هلا we'll follow it up. رح نشوف ال evolution مع داليدا وأكيد رح باش تشوف ال result starting tomorrow. Alright. ومرة جديدة you're in the hands of experts. You had the base and we're adding a little bit more. And I always need you, Dr. She's the best.